هل هذا العمل جائز قانونا؟ كيف نظم القانون عمل هذه المكاتب؟ وكيف نظم المشرع نسب العمولة؟ هذا تحديدا محور حديثنا اليوم مع المحامية تالا الحليق. أهلا وسهلا فيك تالا. أهلا فيك إسراء. هذه مشكلة دائما بيواجهوها الناس، وعادة بسبب انشغالاتهم الكبيرة بتلاقي أنه مخصصين أيام معينة حتى يبحثوا فيها عن بيوت، وبيعمل هذا المجهود وبيطلع وبلف وبيشوف وكذا، يصطدم بفكرة أنه معظم الوقت لا يستطيع الشخص أن يكون بالتواصل مع صاحب البيت. هل فعليا، ومع العلم أنه ليس المكتب الوحيد المخول، هل هذا الشيء قانوني من ناحية المبدأ؟ صباح الخير بداية إليك وللجميع. هلأ إحنا أكيد كل إشي له نظام أو تنظيم محدد عندنا، ما في إشي بيستطيع يعمله الفرد من تلقاء نفسه أو من تلقاء ذاته. فأنا كشخص بدي أسمي حالي سمسار، أو بدي أحكي إنه أنا مقدر عقاري، فأنا لازم أكون في شروط توافرت فيي حسب نظام وتعليمات محددة في دائرة الأراضي والمساحة، وبناء عليها أخذت هاي الرخصة وامتهنت هاي المهنة أو اشتغلتها. بناء على هذا الحكي بفتح هذا المكتب العقاري. هون بنحكي عن كل فرد يعمل في هذا المكتب، أما عن المكتب نفسه؟ هلا بداية أنا لازم يكون في عندي رخصة للمكتب، صاحب المكتب عمل هاي الرخصة وأخذها، والأفراد اللي بيشتغلوا عنده لازم يا أنه يكونوا خاضعين للشروط المحددة في النظام والتعليمات، أو أنه معطيهم تفويض من خلاله. هذا كله بيكون بناء على الامتحانات في دائرة الأراضي والمساحة، بأخذوا عليها هاي الرخصة، بيكونوا مخولين أنهم يقوموا بهاي المهمة. ما بيستطيع فرد يقوم فيها من تلقاء نفسه. صدقا صدقا تالا، إلى أي مدى هناك فعلا التزام بهذا الموضوع؟ نسبة الناس اللي بيشتغلوا هم معهم تصريح، يعني أكون صريحة أو صراحة. أكيد صراحة هاي الفترة خصوصا بوجود السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، الناس عم تستغل هاي الفكرة، عم تشتغل من خلف الشاشات. هي مش مرخصة، هي مش فاتحة مكاتب على أرض الواقع، هي مش خاضعة لهاي الامتحانات ومش تازيتها. فبالتالي هي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وأرقامهم موجودة، هل يتم مراقبة هذا الموضوع متابعته؟ أنا كيف بدي أعرف أصلاً أنه أنا رح أتعامل مع هذا الشخص بثقة؟ أنا ماذا يعني أسفة على هذه الفكرة، ولكن من الممكن أن يكون مجرم، من الممكن أن يكون صحيح. يستدرج شخص لشيء معين في غايات أخرى، في غايات أخرى. فكرة أن يكون معلن رقم الهاتف وأن يكون الشخص قادر على أن يتعامل بثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف، إن كان عن طريق الأجار عن طريق البيع وكلها، إذا لم يكن هناك جهة تراقب عملية السمسرة أو عملية البيع أو عملية الإيجار، كيف من الممكن أن يثق المواطن بهذا الموضوع؟ هلا في موضوع دائما دائما إحنا بنحكي إنه أي شخص بدك تتعامل معه شو ما كانت المعاملة بدك تتعاملها، دائما اتأكد هذا الشخص حسب مهنته مخول في القيام في هذا الشيء. هلا إذا هو مكتب روح يحكي أنا مكتب عقاري، بدي الرخصة، أشوف الرخصة، مجدد الرخصة لا. بعدين في عنا على موقع دائرة الأراضي والمساحة أسماء هدول الأشخاص المرخصين في ممارسة هاي المهنة، بس هو أعمل سيرتش على الاسم وأتأكد إنه هل هو مرخص، طب أخذ رخصة أو لا. بالضبط هيك أول خطوة أنا كمتلقي للخدمة تأكدت منها. هلا أي نوع من أنواع الاحتيال أو التضليل أو استغلال هاي المهمة أو هذا العمل اللي أنا بقوم فيه، هون رح ندخل أمام جرائم مختلفة، ممكن توصل لاحتيال، إتجار بالبشر إلى آخره، حسب شو نوع الجرم اللي هو بيقوم فيه. بس بالمبدأ إني أتأكد إنه هو مرخص، مش لا بقدر ارجع دائره الاراضي والمساحه اقدم فيه شكوى. في كثير اجراءات انا بقدر اعملها. طيب قبل ما نروح بشكل مبالغ فيه لنوع الجرائم، بدي افترض انه هو شخص فعلا سمسار. في بعض الاشخاص بالمناسبه يحصلوا على زبائنهم عن طريق المكاتب وبياخذوا براني غير النسبه المحدده بالقانون، غير من النسبه المحدده، وكانها نوع من تسيير الامور، يعني انه يعني بسامحك في جزء من العمولة بكون الموضوع بيني وبينك. صحيح. في عملية ثقة، مشكلة بالثقة، ولكن من ناحية المبدأ هل هناك عمولة نص عليها القانون؟ وهذه العمولة تدخل في حالة فقط أن يريك المنزل، أن يريك العقار، أم في حال الإيجار؟ فكرة حتى أنه أنت بتدفعي هذا المبلغ، عدد البيوت التي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات، يعني تكتشف إنه بورجيكي بيت ضمن المواصفات وفي مجموعة من البيوت ما إلها علاقة، بس عشان يقول لك إنه أنا طلعت ورجيتك، بسبب يمكن نحن نتحدث إنه المواصفات تكون بعيدة، بدها مجهود أكبر عشان تقدر تلاقي طلبك، لأنه معظم الناس بيوصلوا لمرحلة من اليأس والاكتئاب بسبب عملية البحث عن منزل. 100%.
شو رأيك؟ هلا حكيك صحيح يعني وبصير عرض الواقع للاسف انه احنا عم تاخذ نسبه اكثر من النسبه المحدده بالقانون. هلا هو القانون حدد ونظام التعليمات حددت انه في حال اذا انا بدي اتفق مع سمسار او مكتب عقاري ليساعدني في اني انا اشتري بيت فهي النسبه بتكون 1% من قيمه هاي العقار مقسمه بين البائع والمشتري، يعني الاثنين ملزمينهم يدفعوا لي اياها، بس على ان لا تتجاوز ال 10,000، يعني الحد الاعلى منها في حاله البيع 10,000، اما في حاله الاجره فهي 2%، ونفس الشيء بتكون مقسمه بين المؤجر والمستاجر وما تتجاوز هاي النسبه ال 1000 دينار. هلا كثير في ناس ما بتلتزم بهاي النسبه اكيد، وكثير في ناس بتعتبر انه احنا متفقين على هاي النسبه بس انا ورجيتك شيء زياده فانا بستحق زياده على هذا المبلغ، هذا بصير اتفاق بيني وبين طب العشر دنانير هاي هذا عرف بس هو ما حدده لا نظام ولا تعليمات انه لازم ندفع هذا المبلغ اللي هو 10 دنانير على كل بيت او 10 دنانير على الطلعه باليوم الواحد. ما صراحه هذا ما نص عليه النظام والتعليمات. هلا الاتفاق بيني وبين هذا الشخص او هذا المكتب اذا انا كشخص راضي اني ادفع هذا الشيء الاكسترا هذا شيء بعود الي، القانون ما حدد لي. هل يملك السمسار حق ان يخفي صاحب المنزل او العلاقه المباشره ما بين المستاجر وصاحب المنزل حتى لو ضمن له ان يكون حقه محفوظ؟ هلا هون احنا ندخل في كثير مناحي، يعني ممكن صاحب المنزل يطلب عدم الافصاح عن اسمه او عن هويته لغايات معينه، ممكن منصب، ممكن 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 في اكثر من سبب. في هاي الحاله اذا كان معطي وكاله لهاي السمسار او مفوضه غير انه هو سمسار مرخص ومعطيه وكاله او مفوضه تفويض خطي لدكاتره العدل انه يقوم بهاي الاجراءات ويقوم مقامه، هون احنا بنكون حسب احكام القانون المدني بنطبق احكام عقد الوكاله. في هاي الحالة فهو ما عليه مشكلة، أما إذا أخفاها لغاية تضليل هذا الشخص اللي هو متلقي الخدمة أو ما أوصل مثلا لصاحب البيت عشان قاصدها. أخذ سعر أحسن أو ياخذ نسبة أعلى بالضبط، لأنه النسبة ما يعني تحسب بحسب ارتفاع الأجار، فأي تواصل مباشر مع صاحب البيت بتعرفي يعني إحنا عمان صغيرة صحيح. عادة بتحسي إنه بلكي بعرف حدا بيعرف صاحب البيت مزبوط. بلكي إنه طلع العائلة قريبة، يعني بتحسي إنه هذا التواصل الاجتماعي. وحتى فكرة يعني إحنا بنحكي اجتماعيا هون إنه يكون في معرفة لمن صاحب البيت، يعني أنا عمري ما رح أستأجر بيت أنا ما بعرف شو مين صاحبه صح. أو مين كان موجود بهذا البيت أو في تاريخ معين لهاي العمارة أو لهاي، يعني هذا مجتمعنا إحنا يعني نحب نضمن دائما إنه موجودة في بيئة آمنة، في بيئة المحيط. معروفة بالنسبة لي ومحيط معروف. فبالتالي هل يجب أن يكون هناك وكالة معينة ولا ممكن ياخذ على عاتقه السمسار انه يخفي هاي الهويه؟ وكيف من الممكن التاكد والى اي مدى؟ يعني اوكي انا بعطيه الموافقه انه انا بدي استاجر، هل يبقى فكره اخفاء هذا التواصل موجود؟ عمليه العقد، التوقيعات؟ بالضبط. هلا انت اشرت لنقطه كثير مهمه انه انا لما اخفي مين الشخص الحقيقي اللي بيعود صاحب هذا العقار، المنزل، العماره الى اخره، بالاخير في عقد بده يكون بيني وبين هذا الشخص، فانا اذا ما وقعت عقد بيني وبين المالك الحقيقي هون انا اصلا راح احط حالي انا كمستاجر او كمشتري امام مشكله اني انا بتعامل مع الشخص الغير صحيح والما له صفه قانونيه، وهيك انا راح افوت في تبعات كثير كبيره. فبالتالي عند العقد او عند التسجيل خصوصا في الشراء، لانه لازم يكون في تنازل وتسجيل لدائره الاراضي عشان يكون الموضوع قانوني وصحيح ومعترف فيه بالقانون، بدي اتاكد من الصفه الصحيحه. اذا تم اخفائها هون برجع بحكي لك احنا بنصير امام جريمه انتحال شخصيه او احتيال حسب شو الوقائع اللي قدامي. فلا يجوز بتصير على الاراضي بشكل كبير طبعا انه بيكون شخص مش مالك الارض وبيبيعها، عشان هيك القانون ابطل اي معامله خارج دائره الاراضي، اذا لم يتم تسجيلها ما بعترف فيها وتعتبر باطله. وهذا ايضا يقوم به هذا الدور دائره الاراضي والمساحه مثلا بفكره التاكد من صلاحيه الوكاله وصلاحيه طبعا الموظفين المتخصصين هناك الاشخاص أكيد. نعم. طيب اذا بدنا نعطي نصائح بشكل عام لبعض الأشخاص اللي مضطرين أنهم يتعاملوا مع المكاتب العقارية، وأكيد إحنا بنوجه لهم تحية، يعني هذا طبعا. جهد كتير كبير أكيد. وبالنهاية هذا القطاع مهم جدا، ولكن للأسف أنه في كثير من يعني من الأشخاص شوهوا بعض القطاعات بسبب صحيح. الممارسات اللي بيقوموا فيها. ما هي الخطوات الأساسية التي يجب أن يقوم بها صاحب العمل نفسه أو صاحب المكتب السمسرة عشان دائما أنه أو صاحب المكتب العقاري عشان يثبت حسن النية؟ يعني عادة لما يكون في انتشار لممارسات معينة يلجأ
الشخص القانوني أو الشخص اللي عارف حاله شو عم بيعمل إنه يقدم دائما إثباتات وتطمينات وعلاقات وثيقة مع الزبائن. صحيح. أهم الإجراءات أو النصائح اللي ممكن تقدميها لأصحاب المكاتب بصراحة مش بس للمواطنين. هلا أصحاب المكاتب هم أكيد بيعرفوا إنه هم لازم يكونوا مرخصين، مجتازين الامتحانات، ماخذين شهادة عدم محكومية، أردنية جنسية، كل الشروط اللي محددها نظام تنظيم عمل هاي المكاتب. طالما إنه اجتاز هاي الشروط، أخذ الشهادة واسمه اندرج ضمن دائرة الأراضي والمساحة، هو قانوني 100%. الدور بصير على الزبون. أنا كزبون إذا رحت على مكتب عقاري طبيعي أشوف محطوط اللافتة أو الشهادة اللي بتثبت اجتيازه للامتحانات وترخيصه، وإنه هذا المكتب مرخص قانوني، هيك أنا بطمن من هاي الناحية. هل موضوع تجديد الرخصة أو وقفها في حال صار في أي مخالفات، هذا أنا كزبون صعب إني أعرفه، فبيعود بين صاحب المكتب العقاري وبين دائرة الأراضي والمساحة. إذا كان في مخالفات ممكن يوقفوا له العمل فيها 6 شهور للرخصة، ممكن توصل لسنة في حالة التكرار حسب شو العقوبة اللي هو عاملها. بس بالمجمل إذا تأكدت إنه هاي الأشياء الأساسية موجودة، أنا كمشتري أو كمتلقي الخدمة بكون متطمن، وأنا كمان كمالك مكتب عقاري حامي حالي. جميل. شكرا تالا الحليق، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، نورتي، صباح الخير.